قوارب الزوكيني المحشية باللحم والجبنة للكيتو دايت، غير إن الكوسة الخضراء صحية كتير. حبة زوكيني منقطعها بالنص ومنحفر اللي جواها، بس ما نكب اللي جواها لأنه رح نقلبه مع اللحمة والبصل. في مقلاة حارة منحط زيت زيتون وبصل وكرافس ومنقلبهم مع بعض. بعد ما يدبلوا شوي منحط لب الكوسة الخضراء ومنحركهم كتير منيح، ومنحط فصين ثوم بزيحهم على جنب لأحط اللحمة المفرومة. بحركها كتير منيح لتستوي، برجع بحط ملح، فلفل أسود، بابريكا وبودرة ماجي. بحركهم كتير منيح مع بعض، وبنحط صلصة بندورة وشوية ماي ليتسبكوا، وبهيك بتكون جاهزة. بحشيها جوا قوارب الكوسة الخضراء مع عصرة ليمونة وحبات الطماطم مع تشيدر تشيز أو أي نوع جبنة بتحبوها. بدخلها على الفرن لنص ساعة على تسيح الجبنة، وبرجع برش عليها بقدونس. ريحتها كتير طيبة، مناسبة للكيتو، صحية.